نتحوليه ننتقل الآن إلى كفر الشيخ لمتابعة تغطية الحفل الختامي لأسبوع شباب الجامعات، واللي بتستضيف جامعة كفر الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا بمشاركة 5000 طالب وطالبة. مزيد من التفاصيل بينضم إلينا زميل محمود زيدان مراسل أكسترا نيوز بكفر الشيخ. صباح الخير يا محمود. محمود، هل أنت معي؟ طيب، يعني لحين جاهزية محمود معايا؟ نعم، مع حضرتك يا فندم. صباح الخير يا محمود. صباح النور، صباح الخير. من كفر الشيخ يا محمود، كيف هي الأحوال البداية مع الطقس؟ هو بالنسبة لحالة الطقس، شهدت محافظة كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، إلا أننا نجد أن هناك انخفاضا ملحوظا نسبيا في درجات الحرارة. لم يؤثر ذلك على انتظام حركة الصيد والملاحة، حيث أن حركة الصيد والملاحة منتظمة ومستقرة منذ صباح اليوم، والتي صرحت من داخل ميناء البرولوس. الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وجه برفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات القادمة بحسب ما اعلنته هيئة الارصاد الجوية. وكان في تعليماته، يعني كان في تعليمات شديدة وصارمة برؤساء المدن بالاستعداد التام من خلال تواجد سيارات رفع المياه الخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في حالة يعني الحاجة الى سيارات اضافية للعمل على سحب المياه وتسيير حركة المركبات والمرة في الشوارع. طيب، لو تحدثني عن الاسبوع، اسبوع شباب الجامعات، كيف كان واستعدادات الختام لو في حاجه ملحوظه؟ اسبوع شباب الجامعات بالفعل كان كرنفالا شبابيا، جمع نحو 5000 طالب من مختلف 28 جامعه حكوميه مصريه. حفل الختام حضره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وعدد من الشخصيات العامة والشخصيات في وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب. وكان يتضمن العديد من العروض الرياضية والفنية، وكان في حفل غنائي للمطربين، وكان مبهجا للغاية. واليوم تشهد جامعة كفر الشيخ الحفل الختامي لفعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته 12، حيث يقام حفل غنائي مكون من كورال يضم جميع الفرق والجامعات المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر. ويقوم الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة في كافة الفعاليات والأنشطة، سواء كانت الثقافية والرياضية والفنية والعلمية وأنشطة البحث العلمي وكذلك أنشطة الجولة والمعسكرات. بشكرك شكرا جزيلا محمود زيدان مراسل أكسترا نيوز بكفر الشيخ.